أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية العربية الدولية، ولكن بعد أهم العناوين. جاء في المدى نازحو سنجار منسيون بعد 8 سنوات من التهجير. نقرأ في القدس العربي هيئة النزاهة العراقية تضبط حالات هدر للمال العام بأكثر من 17 مليون دولار في النجف. العربي الجديد عنوانه ضحايا التشخيص الخاطئ، عراقيون يدفعون ثمن الفشل في اكتشاف كورونا. وواشنطن بوست نتصفح فيها دعم عسكري أمريكي متواصل لأوكرانيا، ستينغر وجافلين ومروحيات. وفي ساندي تايمز جاء خيارات بوتين للخروج من كابوس أوكرانيا محدود ولا أمل له إلا أجهزته الأمنية. أوبزيرفر عنوانت يجب على بريطانيا والناتو عمل المستحيل ومساعدة أوكرانيا لهزيمة بوتين. ونطالع في عربي 21 استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة. أهلا بكم، نبدأ من افتتاحية صحيفة الميثاق حول احتدام الصراع السياسي حول المناصب وتقاسم النفوذ ضمن إطار العملية السياسية بين التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري والديمقراطية الكردستاني والسيادة، وبين الإطار التنسيقي الذي يسير قراراته المالكي صاحب الدولة العميقة في العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي أبطل ترشيح ريبر البرزاني بعد استبعاد هوشيار زيباري، مما يؤكد أن قرارات المحكمة باتت مسيسة لجهة على حساب أخرى، وبذلك تمارس المحكمة الاتحادية الدور الفعلي لمصلحة تشخيص النظام الإيراني على العملية السياسية، فقراراتها لا تخضع للقوانين وأعضاؤها يتم اختيارهم وفق مبدأ المحاصصة بين أحزاب السلطة لتكون مرجعية للعملية السياسية البائسة. فشل المحكمة الاتحادية في تسيير العملية السياسية البائسة أضاف ضربة أخرى حتى أنها أصبحت جزءاً من المشكلة لا الحل ضمن محددات تشكيل الحكومة وإعادة ضبط إيقاع تقاسم السلطات والنفوذ ومنح المكاسب والمناصب الانتخابية على أحزابها وميليشياتها. ولذلك احتدم الصراع الآن بين الجميع لأن القضية دخلت وفق مفهوم كسر الإرادات ولي الأذرع بين الأطراف المتصارعة على السلطة. ووفق هذه المعطيات والانغلاق الواضح في العملية السياسية فلن ينفع معها محاولة إعادة إحيائها، ويتوقع أن أي حكومة تشكل وفق ما تقدم فلن تصمد طويلاً أمام الصراع الداخلي بين أقطاب العملية السياسية، فضلاً عن عدم تحقيقها شيئاً للشعب العراقي الذي ما زالت معاناته مستمرة ونسبة الفقر والبطالة وانتشار المخدرات تزداد بشكل مخيف عاماً بعد آخر، ما أدى إلى ارتفاع نسب الطلاق وتفشي الأمية، بل أن ظاهرة تسول الإيرانيين داخل المدن العراقية أصبحت من الأمور التي اعتاد عليها الشعب العراقي، فأصبحنا نراهم حتى في مدينة الفلوجة، وهو مؤشر خطير على وجود مخطط يهدف لزعزعة أمن واستقرار المدينة النسبي من خلال جمع المعلومات وتنفيذ عمليات الاغتيالات داخل المحافظة. هذه الملفات وغيرها الكثير ستواجه الحكومة القادمة التي إن تشكلت فستكون أضعف من حكومة الكاظم البائسة، لأنها ستخرج من رحم الأحزاب والميليشيات الفاسدة التي لا يمكن أن تعمل لصالح العراق وشعبه، ولن تتجاوز خدمتها للأحزاب الفاسدة وميليشياتها الإرهابية الموالية لإيران بشكل وقح على حساب مصالح العراقيين. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها في ظل هذه الظروف المأساوية الصعبة التي تحيط بالعراقيين تستمر حكومة الكاظم كسابقاتها من الحكومات في إكمال مشروع التهجير القسري والتغيير الديموغرافي بدوافع طائفية بحتة وأهداف إيرانية، حيث أضيفت مؤخرا 5 قرى من ناحية مكحول في صلاح الدين إلى قائمة المدن المنزوعة السكان بتواطؤ من السياسيين المحسوبين على المحافظات المنكوبة أمام صمت مطبق من السلطات الأخرى التي أصبح عملها لصالح المجرمين فقط.
ننتقل وإياكم إلى صحيفة المدى، حيث نقرأ تقريرا حول ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، حيث قدر خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار السلع الاستيرادية بالأحرى لأسباب خارجية، حيث تصل بنسبة 50%، وأخرى داخلية تعلقت بتغيير سعر الصرف، داعينا إلى تخصيص مبلغ في قانون الموازنة بنحو 10 مليارات دولار لدعم الفئات الهشة، مؤكدين وجود 10 ملايين عراقيين يعيشون حاليا تحت خط الفقر. العراق أصبح اليوم أمام تضخم في الأسعار بما يقارب 50% لمعظم المواد الاستيرادية وعلى رأسها الأغذية، ما قد يتسبب بتراجع القدرة الشرائية للفرد العراقي وتأكل دخله ودفعه للاتجاه للإفقار. وأفاد الخبير الاقتصادي الآخر صفوان قصي بأن نسبة الفقر تقترب حالياً من 30%، ما يعني أن لدينا أكثر من 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر. وتابع قصي أن تعديل الوضع الاقتصادي يحتاج إلى تنويع مفردات البطاقة التموينية وزيادة كمياتها، وهذا سوف يؤدي إلى تقليل آثار ارتفاع الأسعار الداخلية والخارجية. ونوه إلى أن الحكومة ينبغي عليها أن تدعم البطاقة التموينية بشرائها من الأسواق المحلية لكي لا تذهب الأموال إلى الخارج، وبالتالي ندعم الإنتاج الزراعي. يجب سن موازنة استثنائية وليس قانوناً يتم بموجبها رفع التخصيص المالي لبعض الشرائح بنحو 10 مليارات دولار لرفع المستوى المعيشي للطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية ودعم المشاريع الاستثمارية لتشغيل العاطلين عن العمل. وكانت وزارة التجارة قد تحدثت عن وجود استمرار لتأمين السلة الغذائية في العراق، وتحدثت عن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الاقتصادي العالمي ككل، إلا أن الأسواق العراقية شهدت ارتفاعا ملحوظا كبيرا بسبب عدم وجود الرقابة الحكومية. في الهيئة نت نشر موقع الهيئة نت مقالا للكاتب محمد الجميلي، جاء فيه: بنهاية شهر رجب الخير انتهت فعاليات السنة الثانية من أسبوع القدس العالمي التي استحدثتها هيئات ومؤسسات شرعية وشعبية في الأسبوع الأخير من شهر رجب لجعل قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك حاضرة في فكر ووجدان الأمة، بعد تخلي جل الحكومات والأنظمة ومؤسساتهم عن دعم القدس والأقصى، بل وقوفهم بالضد تماما من الواجب المحتم عليهم ودخولهم في التطبيع العلني مع الغاصب المحتل. إن أسبوع القدس ربما يكون أقل الواجب المفروض على الأمة وعلمائها في هذا الظرف العصيب، كما أنه مشروع هام من مشاريع نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهو صرخة في أسماع الأمة تنبه وتحذر من المخططات الخبيثة لمشاريع التهويد التي يقوم بها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم. وتزداد أهمية فعاليات أسبوع القدس خصوصاً مع تصاعد وتيرة المخططات الصهيونية ضد القدس والمسجد الأقصى بأشكالها المختلفة، مثل الاقتحامات التي يقوم بها المغتصبون لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتي أصبحت أكثر استفزازاً ووقاحةً علماً أنها ليست الوسيلة الوحيدة لمشاريع التهويد. فالاحتلال مستمر في محاصرة الأقصى، سواء ببناء الكنس اليهودية حوله أو بمحاولاته المتكررة والهستيرية لاغتصاب أراضي الفلسطينيين في محيطه وطردهم من بيوتهم بحجج واهية، ناهيك عن الحفريات في أنفاق تحت أساساته في محاولة لهدمه وتخريبه، ونشر دراسات كلها أكاذيب على يد أقلام مأجورة من سقط المتاع هدفها تغييب الوعي لدى هذا الجيل والأجيال القادمة بقضية المسجد الأقصى والتهيئة لطمس حق الأمة التاريخي والشرعي فيه. ويضيف الكاتب إن هذه الفعاليات في أسبوع القدس العالمي التي أقيمت في مختلف بلاد المسلمين بعثت بزيت مبارك أسرج في قناديل الأقصى التي يراد إطفاؤها، وأوقدت نورا وضياء في قلوب الأحرار التواقين لتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأحيت فيهم الأمل بعودته سالما محررا
لقد كان لقناة الرافدين أيها السيدات والسادة شرف المساهمة في هذه الفعاليات منذ انطلاقها قبل عام، وشاركت الرافدين قنوات أخرى في نقل هذه الفعاليات وتسليط الضوء عليها، بل إن شعار أسبوع القدس العالمي خرج من قسم الجرافيكس في الرافدين، وكان انطلاق أعمال وفعاليات أسبوع القدس العالمي لنصرة الأقصى وفلسطين هذا العام من استوديو الرافدين تحديدا ليس منة ولا فضلا بل واجبا تحرص القناة على أدائه، وهي التي جعلت القدس والأقصى من ضمن أولوياتها وفق مقال الكاتب. نشر صحيفة ساندي تايمز مقالا الباحث في الشؤون السلافية وشرق أوروبا من جامعة بيكغنز كوليدج في لندن مارك غاليوتي، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ظل لاعبا سياسيا داهية يصور نفسه الآن كمحشور في الزاوية. ويضيف الكاتب: لا يوجد ما يدل على أن بوتين سيسحب قواته طواعية، فتصريحاته العاطفية والسامة في نفس الوقت حول أوكرانيا بالأحرى أظهرت أن الحرب هي حملة شخصية وليست مجرد مقامرة جيوسياسية، وأكثر من هذا بكثير، فقد قامر بإرثه السياسي ومصداقيته ورهن كل هذا بتدمير ما يرى أنه بلد معاد لروسيا صنعه الغرب، ولن يتراجع إطلاقا حتى يحصل على أمر جوهري معه. يبدو أن حساباته بسقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يومين ونهاية العملية كلها في أسبوعين لم تكن صحيحة، وفي ضوء اعتقاده أن أوكرانيا ليست بلداً حقيقياً فلن نفاجأ من افتراضه تفككها سريعاً وفي المرحلة الأولى من الحرب. ولكن الأوكرانيين كانت لديهم فكرة أخرى، وعاد الروس إلى طريقتهم التي يعرفونها في إدارة الحرب القائمة على تجميع قوى مهام ضخمة والقصف المكثف تحضيراً للغزو البري. ويستطيع الرئيس الروسي مراجعة خططه الحربية وليس السياسية، والسؤال كيف سيخرج نفسه من هذا المأزق؟ وربما كانت هناك عدة طرق يمكنه السير بها، ولكنها تقود جميعاً إلى طريق مسدود. وربما كان لدى بوتين في البداية افتراض أنه عند دخوله أوكرانيا فسيتفاوض مع الغرب من موقع القوة، لكن خبراء في السياسة الخارجية يعملون لصالح مركز بحث روسي لا يوافقون على هذا الرأي، ويقولون لا أحد في وزارة الشؤون الخارجية والخبراء يتفق مع هذا الرأي. نشرت صحيفة أوبزيرفر افتتاحية حول الدعم الغربي لأوكرانيا داعية إلى عمل المستحيل لهزيمة روسيا، وقالت إن العالم راقب برعب كيف استخدم فلاديمير بوتين الأساليب التي لا تميز في ذبح المدنيين في أوكرانيا، وهي نفسها التي استخدمها في سوريا والشيشان. وقالت الصحيفة إن قوة المستبدين نابعة من استعدادهم التسبب بشر لا يمكن التفكير به، لفت عزيمة الذين يحاولون السيطرة عليهم، وبوتين ليس استثناء. إن جرائم الحرب التي يرتكبها بوتين تتراكم كل يوم، وشاهدنا على مدى الأسبوع الماضي كيف تم استهداف المدنيين بالقصف الشامل، وتعرضت المدن ذات الكثافة السكانية لقصف دائم ولعدة أيام، ما أجبر الناس على الاختباء في الطوابق الأرضية والملاجئ وسط نقص في الطعام والمياه الصحية، وتم تدمير المستشفيات ورياض الأطفال. وبدم بارد أطلق الجنود الروس النار على كل العائلات التي تحاول الهروب من الجريمة، وسقطت القنابل كل 5 دقائق على المدنيين في مدينة فولنوفاكا، ولم يوفر القصف ولا بناية فيها، وتركت الجثث في الشوارع. ويظهر أن بوتين يحاول كسر معنويات الشعب الأوكراني وترهيبه حتى يستسلم، وسيكون هناك وقت من أجل العودة وتحليل الأخطاء التي ارتكبها الغرب وأوصلتنا إلى هذه النقطة المقيتة، حيث تبدو الديمقراطيات عاجزة في الوقت الحالي عن منع الأزمة الإنسانية ولكن تقليل خسائرها. وترى الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية على الأوليغارش الروس قد يكون لها أثر محدود على بوتين في المدى القصير، ولكن لا مبرر في عدم الملاحقة،
فهؤلاء الأشخاص هم الذين انتفعوا مباشرة من نظامه، ومن الضروري توثيق جرائم الحرب ليس من أجل استخدامها لتحقيق العدالة عندما تنتهي الحرب، بل للاعتماد عليها في المفاوضات لإيصال المساعدات الإنسانية. صحيفة واشنطن بوست نشرت تقريراً أعدته جراون ديمرجيان وأليكس هوتون حول المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا مع اقتراب سحب الحرب عليها من روسيا. وتضم شحنات الأسلحة التي تم الكشف عنها من تقارير غير رسمية معدات لضرب الطائرات والدبابات الروسية والتحضير لحرب المدن. وجاء فيه أن الولايات المتحدة عززت من الشحنات العسكرية الفتاكة وأجهزة الحماية للأوكرانيين بعدما بدأ أن الغزو الروسي واضحاً ثم تحول إلى حقيقة. بنتاغون زودت في بداية كانون الأول ديسمبر المقاتلات الأوكرانية بأسلحة ومعدات مفيدة لحرب الشوارع، بما فيها رشاشات وبدلات خاصة لحماية الجنود الذين يتعاملون مع القنابل غير المتفجرة. وعلى مدى الأسابيع الماضية زادت إدارة بايدن من الشحنات، حيث أرسلت صواريخ ستينجر المضادة للطائرات، وعززت من توفر صواريخ جافلين المضادة للدبابات ومعدات أخرى. وتشكل مجموعة الأسلحة المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة كي تحضر الجيش الأوكراني لشن حرب هجينة ضد الروس، وسط رفض الرئيس جو بايدن إرسال قوة أمريكية على الأرض. وقال مسؤول دفاعي أمريكي شرط عدم ذكر اسمه: هذه عملية مستمرة، وطالما بحثنا عما تحتاجه أوكرانيا ونعمل على هذا منذ عدة سنوات، لكننا قمنا بتسريع العملية وتحديد المعدات، وسرعنا من استشاراتنا مع الأوكرانيين وتحدثنا معهم بشكل يومي مقارنة مع حديثنا المتقطع معهم قبل الأزمة. الطيران الأوكراني أبطأ الغزو، إلا أن القوات الروسية لا تزال تحقق تقدماً وتقصف المدن، وتعرضت العاصمة كييف وثانية أكبر مدينة خاركيف إلى قصف مكثف. وبرغم الجهود الأوكرانية لإجهاد القوات الروسية، إلا أن المحللين يتوقعون دخول الحرب مرحلة حرب المدن، حالة نجح الروس بمحاصرة الأماكن الحضرية الرئيسية. وفي خبرنا اليوم، وليس بعيدا، نبقى في أوكرانيا والحرب الروسية الأوكرانية. صور توثق نزوح سكان بلدة إيربين الأوكرانية وسط الدمار الذي أصابها، حيث دفع قصف القوات الروسية المدنيين من سكان مدينة إيربين الصغيرة التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب العاصمة كييف إلى النزوح من المدينة وإخلاء بيوتهم بمساعدة الجيش الأوكراني، بيد أن طريق الخروج هذا طريق صعب جدا، حيث يضطر كثيرون إلى السفر سيرا على الأقدام على طول الطرق التي تعرضت للقصف والجسور المتضررة. أما الآن متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.